حبيبي خاين أمل. سي با فغي، حبيبك خاين. أنا تحت تأثير الصدمة، أنا توقعت إنه ما يخونون، هما طلعوا يخونوا. أوه مون ديو، حد يكلمني، أنا تحت تأثير الصدمة. طلعت فسوة، تمنيت تطلع ضرطة. بقى أقول من زمان ما ضربت لك في البث، قلت معلش يمكن ما حشتك الضرطة بعد، بس يلا طلعت فسوة. معلش سوري، حقك علي، من الصدمة من الصدمة. حبيبها خاين طلع، طلعوا يخونون. حبيبتي انت ليش مصدومة؟ يعني المفروض انك تقولين طلع مثلهم. حبيبتي عادي قولي طلع مثلهم، قلقول فقط، طلع قلقول period that's it بس.